اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل ونكمل ما تبقى من حلقه الليله. جهزت وزاره المواصلات خارطه طريق للاستثمار في البنيه التحتيه للنقل البري، وذلك عبر خطتها الشامله التي اعلنت عنها في مجال النقل في دوله قطر، حيث الاستدامه حجر الاساس في هذه الخطه، مع الحرص على التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وحمايه البيئه والمساهمه في التقليل من التغير المناخي. أحمد، وللتعرف أكثر عن تفاصيل الخطة الشاملة للنقل في دولة قطر 2050 وما تعود به من عوائد اقتصادية كبيرة نتيجة زيادة الإيرادات ومنافع توفير تكلفة التشغيل وتوفير استهلاك الطاقة والوقت، وكذلك تخفيض الانبعاث الكربوني والحوادث المرورية، يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو السيد صالح سعيد محمد المري، مدير إدارة تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات. يا مرحبا ومسهلا بك وحياك الله معنا. تسلم أخوي حمد. يا مرحبا بك. يا مرحبا بسعيد. في البداية حدثنا عن دور الخطة الشاملة للنقل 2050 في تعزيز الاستدامة حسب رؤية قطر الوطنية. أول شيء نشكر لكم استضافتنا، واجب إبراز دور ومجهود والمجهودات التي تقوم فيها وزارة المواصلات. نعم. هو طبعا انطلاقا من رؤية قطر الوطنية واستراتيجية وزارة المواصلات في إيجاد منظومة نقل آمنة صديقة للبيئة مستدامة تخدم الاقتصاد الوطني. وبحسب مخرجات خطة النقل الشاملة ركزنا فيها على العديد من العوامل وأبرزها الاستدامة، سواء كانت استدامة بيئية لتقليل الانبعاثات واستخدام الطاقة الصديقة للبيئة، أو الاستدامة البشرية من خلال تقليل نسبة الحوادث وتقليل زمن الرحلة، أو الاستدامة الاقتصادية في استخدام الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة والنتائج الإيجابية لاستخدام الطاقة النظيفة. الله يوفقكم. أكمل الله يحفظك. وفي عندنا بعد اللي هو مجموعة من المشاريع، من ضمنها مثلاً استخدام الديزل المكافئ للصديق للبيئة، أقل تأثيرا من الديزل المكافئ للمعايير الأوروبية، بالإضافة إلى استخدام الحافلات الكهربائية. وبحسب خطتنا إن شاء الله أن المستهدف أن احنا نوصل إلى 100% بغاية 2030، وإحنا نردي في المرحلة هذه تجاوزنا النسبة المخطط لها وتجاوزنا 70%، بالإضافة إلى بعض المشاريع الأخرى مثل استراتيجية تخفيف أثر النقل على الصحة والسلامة. الله يوفقكم إن شاء الله تعالى. طيب، في إطار الاستدامة البشرية، ما هي الخطط والمشاريع المستهدفة لتحسين مستوى السلامة على الطريق؟ طبعا الطريق فيه العديد من المستخدمين، سواء كان سيارات، حافلات، أو مشاة ودراجات هوائية. طبعا الحافلات والسيارات طبعا في مجموعة من المعايير اللي تحكمها وترفع مستوى السلامة، سواء من خلال التصاميم أو من خلال أدوات التحكم المروري. لكن العنصر اللي يهمنا ونشير له مستخدمين الآخرين للشبكة غير السيارات، سواء كانوا مشاة أو دراجات هوائية. فعلى سبيل المثال، مثلا المشاة، في عندنا دراسة جارية حاليا وهي عبارة عن تحديث لخطة معابر المشاة، راح ينتج عنها سواء تحديث لمعابر جديدة أو تحسين للقائمة. احنا تم تنفيذ في السنوات القليلة الماضية 50 معبر، بناء على الدراسة هذه راح يتم تحديث سواء تحديث أو إنشاء فوق 200 معبر خلال السنوات القليلة القادمة في كل الدولة. في كل الدولة. نعم. بالإضافة إلى تكلمنا احنا عن المشاة، فراح نتكلم عن الدراجات الهوائية. في عندنا تحديث لدراسة الدراجات الهوائية، احنا نشوف الحين حاليا اليوم موجودة مسارات مخصصة للدراجات الهوائية كمستخدمين، الحمد لله نتائج إيجابية أثبتت المسوحات بالنسبة لنا ان احنا زيادة الطلب على زيادة الطلب على الدراجات الهوائية زاد بنسبة 30%. نعم. فحدثنا الدراسة هذه بحيث ان احنا نعطي مجموعة من الامتيازات لهم، سواء كانت في الخدمات او في المواقف او في التكامل مع وسائل النقل الاخرى، هذا فيما يتعلق بالدراجات الهوائية. الله يوفقكم. نعم. ان شاء الله. نعم حمد، ايضا لاحظنا هذه النسبة اللي يتكلم عنها اخونا صالح، اللي هو زيادة كبيرة في عدد مستخدمي الدراجات الهوائية، كما يطلعوا من صوب بوهامور إلى المطار، ومن ثم إلى كورنيش الدوحة وإلى لورسيل وإلى الخور، وأيضا هناك عندنا أطول خط أولمبي مسجل في موسوعة غينيس على خط الخور الساحلي. لو نتكلم يعني عن الأدلة الفنية والآلية المتبعة لتصميم شبكات النقل بما يسهم في تحسين مستوى الكفاءة والسلامة في الطرق. صحيح، واحد من الركائز الأساسية اللي نهتم فيها رفع مستوى السلامة. فاليوم احنا عندنا أدلة تحكم وتنظم العملية هذه،
وهذه مجموعة من المعايير اللي يستخدمها سواء المخطط أو المصمم أو مدقق مستوى السلامة، فموجود عنده المعيار اللي هو دليل التصميم لدولة قطر، تم تحديثه طبعا قريبا. المعيار هذا يتم استخدامه لقياس مدى ارتفاع مستوى السلامة المرورية والتأكد من جودتها. طبعا تم تحديثه بشكل دوري بالتنسيق مع الشركاء سواء كانوا في الجهات التنفيذية أو كانوا مثلا في مثلا وزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور، تعطينا مثلا التغذية الراجعة عن المعايير اللي استخدمناها، هل في حاجة تحديث للارتقاء إلى أعلى المعايير الدولية. بالإضافة أيضا في الشق الآخر في عندنا دليل التحكم المروري، الدليل هذا هو المعني بالأدوات اللي توجه الناس سواء كانت إشارات، علامات أرضية، لوحات إرشادية لرفع مستوى السلامة. نعم أبو سعيد، نبغى نتكلم عن المبادرات المنجزة والمخطط لها لاستخدام التكنولوجيا والتطبيقات الذكية على أساس تحسين أعمال النقل. صحيح، هذه واحدة من الأهداف الاستراتيجية اللي بالنسبة لها في التحول الرقمي واستخدام أحدث المعايير والمشاريع العالمية والترند اللي قاعد يصير اليوم الأكثر رواجاً، فوظفناها لتسهيل إمكانية الوصول من خلال استخدام أفضل المعايير والتجارب العالمية. ففي عندنا مثلا في الربع الثالث من السنة الماضية تم إيجاد مبادرة للسيارات ذاتية القيادة، الهدف من هذه المبادرة أنها توجد الإطار القانوني والبنية التحتية لتنظيم هذه المواضيع الرائجة حاليا، بحيث أنه يتم استيعابها في المستقبل تكون البنية التحتية جاهزة ومستعدة لها. نعم، لو نتكلم عن استراتيجية التحول الشامل والتدريجي لمنظومة النقل العام الكهربائي وخطط تنفيذها، يعني احنا شفنا قبل كم من يوم مواصلات حاطة سيارة صديقة البيئة اللي هي تسلا، وفي المعرض اللي صار أول أمس يعني نتكلم عن هذه السيارات الكهربائية والتحول إليها. صحيح، واحدة من التوجهات الاستراتيجية بالنسبة لنا هو التوجه لاستخدام الطاقة النظيفة المتجددة صديقة للبيئة. قامت الوزارة بإنشاء مجموعة من المحطات ومستودعات الحافلات اللي موجودة وتغطي شبكة الطرق في الوقت الحالي في دولة قطر. تجاوزنا نسبة 70% من هذه المشاريع، والحمد لله أنجزنا فيها إنجاز طيب، بالإضافة إلى مشروع صلة للتذاكر أو لإدارة الرحلات. الله يوفقكم إن شاء الله. نشكر ضيفنا العزيز صالح سعيد محمد المري، مدير إدارة تخطيط النقل البري في وزارة المواصلات، والله يوفقكم ويعينكم إن شاء الله وييسر أمركم إن شاء الله. جزاكم الله خير وشاكر لكم الاستضافة يا أخوان. حق واجب. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى هنا وصلنا إلى ختام حلقة الليلة، ونتمنى لكم نهاية عطلة أسبوع سعيدة. فما الله.